السلام عليكم. النهارده هنكمل بدل ما نتكلم على العلاقه ما بين التمبرشر والفوليوم زي ما رسمناها المره اللي فاتت، هنعمل نفس التجربه اللي هي تجربه تسخين ليكويد وتحويله من ليكويد الى فيبر، بس هنعملها ان احنا هنثبت التمبرشر ونغير البريشر. فازاي هنعمل كده؟ تخيلوا ان انا عندي بيستون حاطط فيها بريشر عالي قوي وضاغط ليكويد فيها، وبعدين حاطط البيستون دي في ووتر باث او في يعني كونستنت تمبرتشر باث. فهقلل البريشر بالتدريج، كان ليكويد وانا محافظ عليه ان هو ليكويد بالبريشر العالي، وبعدين بقلل البريشر بالتدريج. وعايز ارسم البي في وكونستنت تمبرتشر. ففي البدايه زي ما بقول لكم كان عندي ليكويد، لما انا بقلل البريشر على الليكويد فالبريشر بيقل بينزل لتحت، والفوليوم بيزيد شويه لان هو الليكويد في ديجري من الكومبريسيبيليتي شويه، فلما بدي بقلل البريشر عليه الفوليوم بتاعه بيزيد سنه بس مش كتير. فتخيل ان هو بيعمل حاجه زي كده لحد ما البريشر يقل جدا لدرجه ان اللي خلاص بعد شويه الليكويد ده هيتحول الى فيبر، هيحصل له vaporization. فبيحصل vaporization بيفضل البريشر ثابت وبتتحول من الليكويد فيز الى الفيبر فيز. فبيحصل ان انا بيبقى عندي شويه ليكويد وفيهم شويه فيبر وانا مثبت التمبرتشر. فبيحصل الفيبورايزيشن عند كونستانت بريشر. كل ما بحاول ان انا اقلل البريشر اللي بحصل ان انا بمدد في الميكشر اللي ده، فبيتحول اكتر من ليكويد الى فيبر من غير ما البريشر يقل. فبيتحول من ليكويد، ده الفوليوم بتاع الليكويد، الى فيبر، وده الفوليوم بتاع الفيبر بالتدريج لحد ما كله يتحول الى فيبر. وبعد كده بتقلل البريشر اكتر فالفوليوم بيقل، اسف الفوليوم بيزيد، بتقلل البريشر اكتر فالفوليوم بيزيد، زي ما بيحصل للجاز فيز. ما احنا عارفين، احنا عارفين البي في دياجرام الجاز فيز بيبقى حاجه عامله زي كده كونستنت تمبرتشر. ولو عملت الحكايه دي عند بريشر اعلى شويه هيحصل نفس الكلام، بس هيبدا التشينج عند بريشر اعلى. دي عند تمبرتشر اعلى، دي عند تمبرتشر واطي، دي عند تمبرتشر اعلى هيتحول الى فيبر، والفيبر يتغير لما تقل البريشر فوليوم يزيد. ولو زودت التمبرتشر، زودت التمبرتشر انا بعمل عليها الفابورايزيشن وعدت التجربه، هيحصل كده. فبرضه بيتكون عندي كذا منطقه جوه الرسمه، بيبقى في منطقه على الشمال خالص اللي هي عندي فيها الليكويد، ومنطقه على اليمين خالص اللي هي عندي فيها الفيبر، وبعدين في منطقه في النص دايما فيها تو فيزز ليكويد وفيبر مع بعض. يبقى عندي الطرف النقط دي اللي على الشمال، الخط ده بيوصل لي ما بين الفوليوم بتاع الليكويد، يعني اي نقطه هنا هي عباره عن الفوليوم بتاع الليكويد، واي نقطه في المقابل هنا هي عباره عن الفوليوم بتاع الفيبر. فالخط اللي على الشمال ده بيوصل لي ما بين النقط بتاعه الليكويد، والخط اللي على اليمين بيوصل لي ما بين النقط بتاعت الفيبر. وعند التمبرشن اعلى شويه بيبقى بوصل في فوق خالص كده ان الفرق ما بينهم بيقل، وبوصل لنقطه اللي هي بنسميها كريتيكال بوينت، النقطه الحرجه اللي هي التمبرشن الاعلى منها. لو انا كنت عندي بادي من تمبرشن اعلى منها وعندي ليكويد، والليكويد بدات اقلل البريشر بتاعه، فبيتحول الى فيبر من غير ما يكون عندي distinct واضحة two phase region، يكون ما يكون في منطقة واضحة للليكود والفيبر مع بعض. فمعناه يبقى ازاي الليكود يتحول لفيبر ومن غير ما يكون في تحول من الليكود للفيبر؟ الفوليوم بتاعه بيزيد بالتدريج، فأنا عندي الليكود الفوليوم بتاعه عمال يزيد بالتدريج ويوصل للفوليوم زي كأنه فيبر من غير ما يكون في تحول اللي هو فيه الليكود والفيبر مع بعض، فده اللي بيكون اعلى من الكريتيكال بوينت. فالرسمه دي
شبه الرسمه اللي احنا طلعناها قبل كده اللي بتاعه الفوليوم مع التمبرتشر. صوره الفوليوم مع التمبرتشر خطوط كانت طالعه لفوق، لكن هنا الخطوط نازله لتحت. لان انا بقلل البريشر عشان احول لفيبر، بينما في التمبرتشر بزود التمبرتشر عشان احولها لفيبر. لو انا حبيت ارسم البريشر مع التمبرتشر، بدل ما ارسم البريشر مع الفوليوم ارسم البريشر مع التمبرتشر بالنسبة لأي فلويد. فالبريشر والتمبرشر، أنا لو عندي ليكويد وبسخنه at constant، بسخنه كده at constant pressure، هيجي يوصل عن نقطة معينة وتثبت التمبرشر والبريشر ويتحول من ليكويد إلى فيبر. ولو عملت الحكايه دي عند بريشر تاني ليكويد هيفضل ليكويد لحد ما يوصل لنقطه ويتحول الى فيبر. فلو وصلت النقط اللي ما بين الليكويد والفيبر دول بتبقى حاجه عامله كده لحد ما يبقى في نقطه هنا اللي هي بنسميها برضو كريتيكال. الاعلى ما بينها ما فيش حاجه اسمها يقف مش يتحول من ليكويد لفيبر، ان هو بتمشي باستمرار. وانا ماشي كده مش هيبقى في عندي نقطه فيها تو فيزز. الخط ده بيمثل لي النقط اللي فيها تو فيزز. هو هنا خط، هناك في الفوليوم دايجرامز دايما بيبقى ريجن لان الفوليوم بيتغير وقت التشينج اوف فيز. لكن هنا وقت التشينج اوف فيز لما بيتغير من ليكويد لفيبر الفوليوم التمبرشر والبريشر بيثبتوا، فبالتالي التو فيز ريجن هي عباره عن خط. وبعدين الرسمه دي بقيتها انت يمكن شفتوها قبل كده، هي في ما بين الليكويد والسوليد برضه في حته بيبقى فيها تو فيز، وبرضه ما بين السوليد والفيبر بيبقى فيه تو فيز. فالجزء ده كله فيبر، ده كله ده فيبر، وده كله هنا ليكويد، والسوليد هو اللي هنا. الخط ده طلع لفوق خالص الى ما لا نهايه، لكن ده مش وصل لما نهايه، ده وصل لنقطه اسمها الكريتيكال بوينت اللي هي اعلى منها مفيش تشينج اوف فيز. هو بيزيد التمبرشر بتزيد وخلاص، بيتغيرش فجأة من ليكويد لليكويد. فهنا العملية دي اللي هي من السوليد للفيبر دي بنسميها سبليميشن، وعملية دي اسمها فابورايزيشن، والعملية دي اسمها ميلتنج، وهي دي تغيرات الفيز. فتغير الفيز في الرسمة دي عبارة عن خط واحد مش ريجن. شكرا.